اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير لما مطر فإذا جاء الإبان تجي وفوائد مولانا جمل لسروج الأنفس والمهج ولها أرج محي أبدا فقصد محيا ذاك الأرج فلرب تما فاض المحيا ببحار الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على العوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعجي فإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل لخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فبمبتهج وبمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت وإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وسماحتها أنوار صباح مبتنج من يخطب حور العين بها يحظى بالحور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتبتهج واشرب تسليم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه هجي وكتاب الله رضايته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فرضا فوق الثبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمرو ذي النورين المستهدي المستحي البهج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الإثر بلا
عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذر يا حجج وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي.